تعريض قاصر للاعتداء بالسلاح الأبيض بمؤسسة تعليمية بفاس، والأمن يدخل على الخط. سلام الله عليكم. تمكنت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس زوال اليوم الجمعة 31 مارس الجاري من توقيف تلميذ قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض. وأفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه قد جرى توقيف القاصر المجتمع تبه فيه على خلفية إقدامه على تعريض زميله في الدراسة البالغ من العمر 19 سنة للاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مقربة من المؤسسة التعليمية الثانوية التي يدرسان فيها بمنطقة عرصة الزيتون بفاس. وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع منشورات تداولها مستعملو تطبيقات التواصل الفوري على الهواتف المحمولة. ويضيف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالقاصر المشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.